ما هي خطة أصحاب المنتجعات السياحية ووزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي و و و لرفع هذا الرقم سنوياً بمقدار 1,000,000 سائح؟ عشان عندي تارجت هدف، ما هي دي الشغلانة بتاعتي. يعني أنا كوزيرة سياحة مع احترامي لكل الدور اللي بتعمله، أحد وظايفي حاجة اسمها التارجت، عدد السياح كام؟ بس ما تخدعنيش بعدد السياح، لأن أنا هسألك أقول لك الإيراد كام؟ ما أنا ما يهمنيش يجي لي 100,000,000 سائح فقير يعني هيشحتوا عندنا في الميادين، لا، أنا عايز سائح يجي يصرف برضه. طيب، الحاجة التانية، هل استعدت كافة الغرف والفنادق والمنشآت والكلام ده اللي مقفولة بقالها سنوات؟ 4 سنين السياحة البريطانية متوقفة وكل الفنادق بتشغل التلت ولا الربع، هل استعدت لاستقبال هؤلاء السياح؟ يعني رشينا مية قدام الدكانة، بعتنا ستاير للدراي كلين، فرشنا ملايات جديدة جبناها من صدناوي، يعني عملنا أي منظر كده جوه الفندق بحيث يبقى فيه بهجة؟ جبنا ولادنا اللي سرحناهم اديناهم دورات تدريبية؟ ده حاجة تانية. حاجة تالتة وهي الأهم، بكم سيبيع أصحاب وملاك الأوتيلات الليلة السياحية؟ الغرفة في الفندق هتتباع بكام يا قمر؟ سمعني صوتك كده، هتبيع بكام؟ احنا عادة هنروح عاملين الآتي، وده اللي أنا بحذر منه. شركات السياحة المصرية وأصحاب المنتجعات يقولك هنبيع الليلة ب$15 أو $20، قول انكلوزف، يعني فطار غدا عشاء شرب كله يا باشا ب$20، 300 جنيه دي النهارده ولا 320، تخيل، ده انت ما بتصرفهمش في بيتك، انت بتصرف في بيتك اكتر من كده، فطار غدا عشاء تكييف بار بتاع الكلام ده $20. محمد علي خير في المصر فندي، ايام السبت والاحد والاثنين على القاهره والناس، اهلا بكم في العاصمه.